الرياضه البريك دانس الرقص الحضاري كما كنت من قبل كتسمع عماك خالك يقولك السميرف وهذيك الرياضه ديال مايكل دابا تطورت اصبح كاين عدد فيها كثير فيها لي برونش كثار البوبينغ فيها بزاف 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 غير تدخل دير غير لا ليست ديال لا دونس غيعطيوك العدد كثير ديال لا دونس ولكن هذا التخصص البريك دانس اللي هو 100% ستريت الشارع وتطور ودابا اصبح رياضه اولمبيه وعندنا ابطال عالميين في هاد لا دونس وكنشكروا كذلك الجامعه مدام سلمى بناني انها تدي واحد الكود بوس نشجعوا هاد الوليدات ديال المنطقه ديالتنا كالحي المحمدي وعين السبع ورشنوار ونديروا هاد التظاهره صغيره ريتما اننا لما لا نديروا شي ايفينمون بطوله المغرب او كاس العرش. كاين ابطال في الحي المحمدي راه تقريبا راه من 1990 وكان نترينيو في القوس ديال الموحدين وطورت قضيه كان الجامعه باقا ما تاسش كان الضغط كان بلا ما كيمشي يلعب في لاكاج في لي بواط نديروا لا دونس ما يابخي تفرقوا العدد كبير ما لقاوش اللي يدعمهم وانهم مشاو شاكوا بطولات اللي هي عالميه كيصيفطوا ليهم الدعوه كيعطيوهم انفيتاسيون كيخلصوا الطياره لوطيل علينا وكنمشيو البيبار ديال الشباب بقى في العالم بقى في اوروبا ما جاش لقى داكشي اللي بغى بقى مي دابا حنا كابناء حي محمد عندنا الغيره ديال حي محمد رجعنا اننا لما نطوروا رياضتنا رغم ضعف الامكانيات قلنا نطوروا هذه الرياضه ديال السبور اكستريم فيها كلشي البريك دانس السكيت غولور بي ام اكس فيها كلشي وكما كتشوفوا هذا النشاط زيرو ديغام يعني من لا شيء تقدر دير شيء وتشجيع لها الطاقات المهم عندنا هو نشجعوا الطاقات باش يبعدوا على المخدرات كل الافات. انا فرحان حيت جات هذا ليفينمون هذا غنلعب فيها البريك دانس هو واحد اللغه ثانيه للجسد اختارينا البريك دانس حيت لقينا فيه الراحه لقينا فيه السشيد لقينا فيه شحال من حاجه زوينه. انا كندير البريك دانس جيت دابا نشارك في هذه المسابقه انا في كازا ان شاء الله يدوز لك شي مزيان ان شاء الله يا رب. هي واحد الرياضه نقدروا نقولوا رياضه نقدروا نقولوا واحد بحال الارت فهمتي داخل في الكالتشر هيب هوب شايفه مونز الامريكان وكذا ماشي ثقافه ديالنا ولكن حنا شنديروا هذاك الشيء. علاش اختاريت هذه الرياضه؟ اش فرحتي داك الشيء تيجي بحال بلي بحال الكارو فهمتي شي واحد كيما الكارو تسولها يقول لك ما عرفتش كيفاش تتبع واحد النهار بحال هكا كتبلا بديك داك الكالتشر وكذا. هي رياضة الهيب هوب والبريك دانس هي رياضة ما منسياش هي الجامعة الملكية للرياضة ديال الايروبيك والفيتنس برئاسة لالة سلمى بناني هي عاطيها الكثير وموفرة لها بزاف ديال الأشياء وموفرة ودايرة فيها مجهود كثير وتبارك الله عندنا أبطال اللي تيمثلوا المغرب وتيمثلوا بطولات في المغرب وعندنا لأن ملي تنديروا بطولات وطنية حنا تنديروا بطولات جهوية وتنديروا بطولات وطنية وتبارك الله هاد الشباب هذا راه تيخرج لبرا تيمثل المغرب وياما حصلنا على جوائز كبيره وشواهد كثيره والفضل تيرجع لرئيسه الجامعه الملكيه للايروبيك لاله سلمى بناني.